السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم يا أحبتي الغاليين تشرفت بزيارة أحد أغلى الناس على قلبي، شيخي الحبيب المهندس محمد فاروق الراعي، صاحب منظمة الفرقان والقاعدة النورانية. هذا الرجل أحبه في الله منذ سنوات طويلة، والحمد لله الآن الشيخ موجود عندنا في السويد، واليوم زارني في أمر يعني معين، وتحدثنا يعني بعض الشيء عن هذه البلاد السويد. أنتم تعرفون أنني أحب السويد، وأنني أحب السويديين، واللي بده ما يفهم علي يصطفل، بس أخي أنا بدي أشهد شهادة أمام الله، في أشياء رائعة في هذه البلد، وأنا منذ 20 سنة في هذه البلد، وقد شاهدت فيها من أروع ما يكون من الأشياء. طبعا الأمور تغيرت والظروف تغيرت، ولكن على نفسها جنت براقش. نحن أخطأنا كثير من الأخطاء ونحن ندفع ثمنها الآن. هذه سنة الله في الكون، عندما تزرع الورد فإنك سوف تحصد الورد، وعندما تزرع الشوك فإنك سوف تحصد الشوك. طبعا الأمور معقدة أكثر من ذلك، لكن هذه ببساطة نقولها الآن. الآن عندما تحدثنا أنا وشيخنا الحبيب أتت أفكار جميلة جدا، وإحدى الأفكار حببتها كثيرا وحببت أن أصيدها من باب صيد الفكرة وصيد الخاطر، وطلبت من شيخنا أن يعني ترجيته أن يتكلم بعض الكلمات حتى أنقلها إليكم. تفضل سيدنا. الله يجزيك خير يا سعادة الدكتور، جزاكم الله خير. أنا الحقيقة أشكرك، جزاك الله خير على كلماتك الطيبة. والله يعني الله سبحانه وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الحقيقة أنا منذ أكثر من 8 سنوات يعني صار لي سفرات كثيرة إلى السويد، والحمد لله أولادي بيدرسوا درسوا في الجامعات هنا. الحقيقة يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور. والله أنا كثير السفر، كثير من البلاد زرتها، لكن يعلم الله إني أقولها دون أي مبالغة، أنا وجدت في هذا البلد خير عظيم، وجدت في هذا البلد يعني احترام للإنسان، وجدت فيها يعني الدولة تتكفل بدراسة الأطفال بالكامل، العلاج يعني فيها خير، والله فيها خير كثير كثير كثير، ما يفكر في هذا الخير إلا اللي يتأمل في قول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى حباها على أهل هذا البلد والساكنين، وأنا برضو عندي بيت وعندي أهل وأنا أيضا من أهل هذا البلد، نحن بالنا كلنا مكتسبات اللي أعطيت لنا نحافظ عليها. كيف نحافظ عليها؟ نعطي صورة حسنة. أول شيء نحن كل واحد فينا يسعى أن يكون هو إنسان منتج في البلد دي، يكون الله سبحانه وتعالى أعطاه الصحة وعافية وأعطاه صنعة، ما يحاول أنه يعني يأخذ مساعدات أو شيء من هذا، هو يحط في باله أنه أنا جيت أول ما جيت صح بداية، لكن بعد كده أنا لازم يكون عندي صنعة وأعمل وأدفع من الضرائب ما يستفيد منها عجزة وكبار السن، المرضى، بعض اللي جايين من بلاد متفرقة ما عندهم، صارت عندهم حروب وكذا. فنحن هنا أعوذ بالله أن يؤتى الإسلام من قبلنا، كل واحد فينا يسعى إنه يعطي صورة حسنة للإنسان المسلم، زي ما كان آباءنا وأجدادنا راحوا إلى ماليزيا وإندونيسيا وكانوا تجار صادقين وكان كذا، فالناس بحسن معاملتهم وصدقهم في المعاملة أدى إلى قبولهم وإقبالهم للإسلام. فنحن هنا في البلد هذه بلد الخير، نعطي صورة حسنة، مش بالشعارات لا، بالأعمال، نقدم أعمال
خيرين. نحن الآن أنا تفاجأت، يعني أنا لما جيت قبل 8 سنوات كنت أشوف مثلا أحياء اللي نسكن فيها مثلا شيستا وهوسبي وشغلات هذه كده كنت أشوفها نظيفة، الآن أنا بشوف فيها كثير من يعني مخلفات وكذا. فلو كده نحن مسلمين مع بعض كده نخلي يوم كل شهر نخلي يوم نظافة بدون ما نعمل فيها أمور كذا، بس نقدم خدمة للمجتمع، خليهم يشوفوا أعمالنا الطيبة عشان نحن نكون نعطي صورة حسنة برضه، ولا نحن مسلمين منتجين في عندنا نحب النظافة نحب العمل، ويكون عمل هذا يعني كل شهر لو مرة نعمل هذا الشيء أو كل أسبوع مرة. أنا أتمنى من الدكتور كده لأنه هو ما شاء الله قديم من 20 سنة يعرف الإخوة ولا هنا في المراكز وكذا، نعمل شيء زي كده يعني ما شاء الله في أعمال كثيرة بتتعمل جميلة، أحد الأعمال إنه ننظف أحياءنا. يعني جزاكم الله خير وموفقين إن شاء الله. الله يبارك فيك. يعني يا إخوتي لحنا بالسويد والله كان عندنا فرصة من أعظم الفرص للإسلام، والله لو إن اعتنينا بأنفسنا وكنا فعلا مثالا للمسلم الوردة الجميلة ذات الرائحة الطيبة ذات المنظر الطيب لا 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 حدثت هناك أشياء كثيرة كان فيها خير كثير، ولكن حصلت أخطاء كثيرة وهذه الأخطاء عدت علينا بكثير من المستتبعات. ولكن الوقت للآن يعني لحد الآن ما زال عندنا ما إحنا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت يوم القيامة وفي يدك فسيلة فاغرسها، ما بصير إنك تتشائم. ما تصير الشيخنا اجى مع واحد شوفير تاكسي طول الطريق وعم يسب ويتذمر، لك يا اخي بدل ما تتذمر شو بنستفيد من التذمر والسب؟ خلينا نعمل عمل خير، يعني خلينا نعمل عمل خير، مو عمل خير والله بنشان نقول للناس والله نحن مسلمين، لا هن بيشوفونا من اعمالنا الطيبه بيقولوا والله هذا معناته هذول دينهم حلو لانه لباسهم حلو لانه ريحتهم حلوه لانه افعالهم حلوه لانه كلامهم حلو لانه ما بيكذبوا. مو نحن ما نجي نقول تعالوا نحكي لكم عن الاسلام، يا اخي هن بيعرفوا كل المعلومات عن الاسلام، هن عندهم معلومات بيدرسوا الاسلام بالمدارس، بس انت ورجينا افعال المسلم، انشر الاسلام بافعالك. فنحن ان شاء الله انا حكيت مع الشيخنا الحبيب قلت له في كثير يعني افكار ممكن الواحد تكون طيبه تقوم فيها بيض يعني صفحتك شوي، انك انت على ثغرة لا تسمح انه لأحد يأتي الاسلام من جهتك. فقلنا له اخي احنا عندنا منطقة المسلمين وسخة كتير، احنا منطلع عم ننظف اخي، مو منشان نقول والله احنا عم ننظف، احنا ما ننظف لانه هي واجبنا انه ننظف، بس نفس الوقت بيقولوا ليك والله هدلون المسلمين نضاف هدلون المسلمين عم يديروا بالهم. فان شاء الله سوف نقوم بهذا العمل وندعوكم للمشاركة فيه ان شاء الله في سيستا في القريب العاجل بإذن الله تعالى. وانا يا دكتور اقول لك من الان انا وزوجتي وأولادي وبناتي نحن 6 أشخاص كلنا انت حدد موعد ونيجي ننظف معاك، نبدأ بشيستا وهوسبي كل الأحياء القريبة من المنطقة هذه نبدأ وإن شاء الله ربنا يبارك فيها. خلينا نعمل هذا العمل وإن شاء الله، بس أنا عشان تعرف ما عندي يعني كثير، لكن أنا مستعد شخصيا بجهدي ومالي ووقتي بإذن الله تعالى، عشان نحن هدفنا إن شاء الله إرضاء الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وهذا واجبنا، ما نعمل شيء يعني مثلا نتفضل على أحد، لا هذا بعض الواجب علينا تجاه البلد أعطتنا هذا الخير وقدمت لنا هذا الخير. أحسن. لنا مو بس لنا بس لإخواننا، يعني شوفوا أنتم كم إخواننا وأخواتنا جو من بلاد فيها حروب فيها مشاكل وهذه البلد أعطتهم حقوق كاملة، فجزاهم الله خير. خلونا نحن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني إن شاء الله نكون من الناس نحسن كما أحسن الله إلينا. اللهم أمين. هذا كله الله. يكون خالص لوجه الله تعالى، لا رياء ولا شهرة أبداً. لكن هي فكرة ممكن يكون أفكار مختلفة، ممكن أنتوا أي واحد ممكن يبدع بفكرة، ما أنا أقول ما بدي أنا منك بس أنك تروح توزع لي منشورات عن الإسلام، ورجيهم أفعال المسلم إن المسلم أفعاله طيبة ويساهم في البناء ويساهم في الحضارة، هي أكبر دعوة إلى الله، وهذا ما نشر الإسلام كما قال شيخنا في ماليزيا وفي إندونيسيا وفي تلك البلاد. الله يجزيكم الله يبارك فيك يا سيدنا. أهلا وسهلا حبيبي، السلام عليكم.